عن طبيعة العلاقة بين واشنطن وطهران ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص في الشأن الإيراني حسن راضي. سيد حسن، مرحبا بكم. لنبدأ من تصريح لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال إن بلاده ملتزمة بالتصدي لما وصفه بالسلوك الإيراني الشرير. هل هناك ما تخفيه أمريكا للنظام في إيران في المستقبل المنظور سيد حسن؟ طبعا مرحبا. لحد الآن هو الحديث عن العقوبات، لكن العقوبات تختلف عن العقوبات السابقة، ووقفتها الإدارة الأمريكية ستكون أقوى وأقصى عقوبات في التاريخ على إيران، وهذا الأمر كفيل بإزعاج إيران، كفيل يعني جعل إيران في وضع صعب للغاية، حيث لا يستطيع الاستمرار، لانه تلك العقوبات اللي يعني المزمع فرضها على طهران من قبل الولايات المتحده الامريكيه ستشمل كل القطاعات تقريبا، بدءا من قطاع النفط والاموال والنقل وغير ذلك. وهذا الامر اذا يعني استمرت الولايات المتحده الامريكيه فيه، انا اعتقد ايران بالتالي امامها اما الاستسلام او الانهيار، لانه لا تتحمل هذه العقوبات. نحن نتحدث عن يعني قبل بدء العقوبات والوضع الايراني وضع سيء يزداد سوءا يوم بعد يوم على كل الأصعدة. هناك احتجاجات ليس فقط بسبب يعني سوء الأحوال المعيشية أو سوء الإدارة في البلاد، بل يعني تجاوز ذلك وأصبحت الاحتجاجات حول أزمة المياه، حول البيئة، حول يعني البطالة، حول قضايا كثيرة. لذلك عندما تفرض العقوبات بشكل قوي على إيران وعلى كل الأصعدة، أنا أعتقد يعني الأمر هذا الأمر كفيل بأن تجعل إيران أن تحسب ألف حساب في الاستمرار في ذلك السلوك الذي هو بالتأكيد مؤذي للأسرة الدولية وخاصة في المنطقة العربية. سيد حسن، الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي قال في أن تدهور الاقتصاد ربما سيؤدي إلى سقوط النظام في إيران، وهو من الإصلاحيين، يعني ماذا وراء هذا التصريح سيد حسن؟ يعني حقيقه لانه الاصلاحيين بالتحديد والمعتدلين وحتى يعني المحافظين يحذرون من هذا الوضع ويعرفون جيدا ان تدهور الوضع الاقتصادي سوف يجر المواطنين بكل شرائحهم الى الشارع والاحتجاجات والاعتصامات، وهذا بالتاكيد سيؤدي الى سقوط النظام الايراني. لكن هنا الامر الجميع يتحدث عن سوء الوضع، الجميع يتحدث عن ان هناك تحدي كبير يواجه النظام الايراني، وبعضهم تعدى حتى موضوع سقوط النظام الايراني، والبعض تحدث عن انهيار الدوله الايرانيه وتفتتها. لكن الامر هنا يتحدثون جميعهم وكل طرف يلوم الطرف الاخر ويحمل تردي الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد يحمله للاخر، يعني الاصلاحي يحمل المحافظ والمحافظ المتشدد يحمل الاصلاحي وهكذا. لكن النتيجه واحده، هناك فشل ذريع للنظام الايراني على الصعيد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وهذا ما حذر منه جميع المسؤولين الايرانيين، والتحذير مثلا الرئيس الايراني الاسبق وحتى السابق والحالي جميعهم دليل كبير جدا على انه الوضع في ايران وضع خطير ولا يتحمل يعني هذه السياسه. لكن بعض الاصلاحيين والمعتدلين يريدون الحوار مع الولايات المتحده الامريكيه وتصفيه الحسابات، ويعني بالواقع يعني استسلام للمطلب الامريكي، لانه لا خيار امام ايران اما الاتجاه بهذا المسير اما تواجه مصيرها وهو طبعا الانهيار. من لندن المتخصص في الشان الايراني حسن راضي، شكرا جزيلا لكم.